المكون الأساسي للباستيل هو الأكسيد الملون اللي متاخد من الأحجار اللي احنا اتكلمنا عليه، زائد مادة تانية شبيهة برضو بالأكسيد اسمها ميثيل السليلوز. المادة اللي موجودة على الشمال دي بتبقى بودرة خفيفة بيضة زي اللي بتتحط على مستحضرات التجميل. فايدتها ايه؟ فايدتها تثبيت الأكاسيد على السطح وبتديها نعومة أكتر، يعني هي زي ما بتتحط على الميك اب بالظبط، هي نفس المادة اللي بتتحط على مستحضرات التجميل. الهدف منها تثبيت الألوان وإن هي تخليها نقية أكتر وصافية أكتر. أول نوع من الألوان الباستل اللي هنتكلم عليها النهاردة البام باستل، اللي هي أقراص الباستل. دي بتبقى حاجة زي برضو مستحضرات التجميل كده، ألوان باستل محطوطة جوه أقراص. وكلمة بام في اللغة أصلها اللي هو أقراص الخبز، يعني شبه الخبز كده. فالبام باستل دي بتبقى بودرة ناعمة جدا محطوطة جوه العلب اللي انتم شايفينها دي، وهوريكم دلوقتي طريقة استخدامها. زي ما احنا شايفين العلبة قدامنا ومجموعة أدوات كده، يعني سكينة بلاستيك زي سكينة الزيت كده بس بلاستيك، وفي شوية حاجات سفنج كده بتركب جوه السكين، وشوية فرش سفنج صغيرة وحاجات كده. ادي الادوات، بصوا ازاي الفنان بيستخدمهم. ممكن حتى تشتغل بصباعك، ممكن تشتغل بقماشه بمنديل باي اداه ممكن تاخد بيها اللون من العلبه وتفرده على اللوح. نفس فكره بودره الفحم بالظبط، لو حد منكم اشتغل بودره فحم قبل كده فمتوقعين الاحساس بتاع البان باستل ده هيبقى عامل ازاي. هيبقى احساس ناعم جدا، احساس كده تحس ان هو كلاودي قوي شبه السحب كده ومتداخل، وبيديك تدريجات ما فيهاش ملمس الفرشة أو ضربة القلم أو الحاجات الحادة قوي اللي بنشوفها في خامات الرسم مثلا. بصوا هنا بيرسم ازاي بالسفنجة نفسها، بيشيل بيها اللون ويبتدي يحطه كأنه شغال بسكينة زيت، بس طبعا الملمس ناعم جدا والألوان نقية جدا. دي بعض اللوحات القديمة اللي مرسومة بالبام باستل. شايفين النعومة والتدريجات الموجودة في الشغل. البان باستل ممكن لو حد حابب يشتغل بيه، ممكن نشتغل بيه في الخلفيات الهادية، في السحب، في المناطق الناعمة جدا، وبعد كده ممكن بالباستل اللي هو الصوابع تبتدي تبني عليه حاجات خشنة شوية. طيب ده كان أول نوع معانا اللي هو البان باستل اللي هو أقراص الباستل. تاني نوع معانا اللي هو أصابع الباستل، الصوابع اللي احنا كلنا عارفينها بقى وهنشتغل بيها، وبتنقسم لقسمين، عندنا الباستل الناعم والباستل الصلب أو الصلب. الباستل السوفت ده طبعا كل الناس بتقول على الباستل سوفت، بس طبعا التسمية دي مش دقيقة قوي، لأن في باستل هارد، يعني في باستل سوفت وفي باستل هارد، دي أنواع الباستل. وبرضه كلمة باستل طباشيري تسمية مجازية، لأن هو مش طباشير، مكونات الطباشير مختلفة تماما عن مكونات الباستل اللي احنا هنستخدمه، هو بس بيقال عليه باستل طباشيري زي ما قلنا كده على قلم الرصاص، قلم الرصاص. هي تسمية مجازية. فالباستل الطباشيري ده في منه نوعين، نوع سوفت ونوع هارد. هنستعرض النوع الناعم الأول. شايفين الصوابع؟ الصوابع اللي تلاقيها مش منتظمه قوي هتعرف على طول ان هي مصنوعه هاند ميد، مصنوعه بالايد مش بآله او كده، وطبعا سعرها بيبقى اغلى شويه وجودتها بتبقى اعلى. فده شكل الصوابع الناعمه. ولما هنستعرض الماركات والعلب دلوقتي هتعرفوا بعينيكوا تحددوا انه ماركه فيهم هارد وانه ماركه فيهم ناعمه. وفي الغالب احنا هنحتاج الحاجات الناعمه او الوسط، يعني طبعا الهارد والناعم في ما بينهم وسط، هتلاقي في ماركات لا هي ناعمه قوي ولا هي هارد قوي. الباستل طباشير الصلب اللي هو قدامنا ده اللي بيبقى الصباع طويل ومكعب، يعني مكعب مش مدور، بيبقى شبه القلم قوي، هو عاوز يديك احساس القلم اكتر. فهنستعرض دلوقتي الشغل بتاع الباستل الناعم والصلب ونشوف الفرق ما بينهم. هنتفرج على شويه ماركات كده من الالوان ونبتدي نتكلم عن كل خامه منهم ونشوف هي هارد ولا ميديوم ولا سوفت. عندنا العلبة بتاعت مونجيو اللي احنا شايفينها دي، الأصابع بتاعتها صغيرة، فبرضو تعرف إن الخامة بتاعتها ناعمة، لأن الصباع لو ناعم وطويل هيتكسر منك بسهولة. ومع ذلك برضو
القصير ده بيتكسر، فمعنى كده ان اي صوابع قصيره هتلاقيها تعرف على طول ان الماركه دي سوفت اكتر منها هارد. ودي من الخامات الكويسه اللي ممكن نبدا بيها نتدرب بيها لو انت ما اشتغلتش باستل كتير قبل كده، اللي هي بتبقى برضو مش ناعمه قوي زي الماركات الناعمه جدا ولا هارد قوي زي الماركات الهارد. فدي شركه مونجيو هي اللي عامله. عندنا برضو مونجيو بتعمل ماركه تانية اسمها جالري، بس تبقى هاند ميد. بصوا الصوابع عامله ازاي، صوابع تحس ان هي ملفوفه بالايد كده، مبرومه بالايد، فجودتها بتبقى عاليه جدا وانعم من اللي فات من المونجيو الصفر. يبقى الفرق بين الجالري المونجيو الجالري والمونجيو الصفرة ان هنا دي هاند ميد ودي انعم من اللي فات، عشان لو حد بس حابب يشتري اي واحده منهم يبقى عارف ايه الفروقات. بعد كده عندنا ريمبرانت. ريمبرانت برضو بتقدم سوفت باستل وخامه ناعمه جدا، يعني اللي استخدم الريمبرانت هيعرف ان هي خامه من انعم الخامات، من انعم الماركات بتاعه السوفت باستل. شايفين صوابع مدوره، في منها صوابع طويله شويه وفي منها صوابع قصيره. بعد كده عندنا الفيبر كاسل اللي هي قدامنا دي، ده شكل العلبة الجديد. كان في أشكال تانية في السنين اللي فاتت بس ده الشكل الحالي بتاع العلبة. وهنلاقي العلبة الصوابع بتاعتها قصيرة، فبرضو خامة يعني ممكن نقول متوسطة، مش ناعمة قوي زي الريمبرانت والماركات العالية قوي، ومش هارد قوي زي الماركات الناشفة، فبرضو مناسبة جدا. عشان كده أنا قصدت إن أنا أحطها في الأول لان هي مناسبه قوي مع ايديكو دلوقتي، عشان لو حد ايديه تقيله وبيستخدم خامه ناعمه قوي هيضيع الدنيا، ممكن يخلص الصباع في لوحه مثلا. ولو حد ايديه خفيفه قوي وبيستخدم خامه هارد مش عارف يشتغل برضه. فدي حاجه وسط كده نشتغل بيها مبدئيا، ولو بعد كده احتاجتوا حاجات سوفت اكتر او هارد اكتر تبقوا بقى عارفين تجيبوا. ده شكل العلبه القديم، وكان في علبتين، كان فيها علبه صوابعها طويله والالوان بتاعتها سخنه، والعلبه اللي على الشمال الصوابع قصيره والالوان بتاعتها بارده على الغلاف بره. العلبه اللي على الشمال كانت بتشتغل في اللاندسكيب اكتر لان درجات البوارد فيها اكتر. العلبه اللي على اليمين كانت مناسبه للبورتريه اكتر لان الصباع الطويل ده هيخليك تشتغل براحتك في تفاصيل الوش والالوان بتاعت الوش، وكمان درجات السخن كانت زياده لان الوش انت بتبقى عاوز درجات برتقاني واصفرات وحاجات كده اكتر. هنلاقي برضو مونجيو بتعمل ماركة تانية من الباستل اللي احنا شايفينها دي، برضو هتلاقوها من الماركات الناعمة جدا. بريزما بتعمل برضو ألوان باستل. بصوا بقى هنا للصوابع هتلاقوها طويلة ومكعبة، معنى كده ان هي هارد مش سوفت. وهنتكلم دلوقتي عن الهارد لما نشوف الاعمال بتاعه الهارد ونشوف استخدامات الهارد ايه واستخدامات السوفت ايه. برضو الكالر بلوك ده، دي ماركه من الماركات الكويسه اللي بتعمل سوفت باستل. السارجنت برضو شايفين الصوابع، يعني دي ممكن تبقى ميديوم، لا هي سوفت قوي ولا هي هارد قوي. بعد كده عندنا سينيلي. سينيلي من افضل الماركات اللي ممكن تتعامل معاها في السوفت باست، خامه ناعمه جدا وبتشتغل بالالوان كانك شغال بالوان زيت، وبتديك نفس لمسات الالوان الزيت كده، والاكسيد فيها نقي جدا. فالسينيلي من الماركات الحلوه، يعني برضو ما يفضلش نبدا بيه، ممكن لو هتجيب علبه كده صغيره تحط تاتشات اخيره فوق الفيبر كاستل مثلا او المونجي. ده شكل تاني للسينيولي. طبعا بيبقى في درجات، يعني كل شركه بتنزل درجات للمحترفين وفي درجات تانيه للمبتدئين. فلو انا مبتدئ في الخامه مش لازم اجيب الماركه العاليه قوي، خلينا نجيب الماركات اللي هي مناسبه الاول مع شخصيه ايدينا دلوقتي وحساسيه الايد، وبعد كده لما اخد على الخامه ممكن اجيب الخامه الاعلى. فالسينيولي اللي احنا شايفينها دي ناعمه جدا لدرجه درجه كبيره، فبالتالي برضو مش مناسبه خالص للمبتدئين. بصوا التنوع بتاع الدرجات اللي في السينيولي،
وكمية الدرجات الموجودة. وطبعا اتكلمنا قبل كده في الألوان الخشب، إن أنت لما تشتغل بألوان خشب أو باستل لازم تجيب علبة كبيرة، يعني أقل حاجة 72 لون، يعني لو قللنا يبقى 48 بالكتير قوي، بس مش أقل من كده، لأن أنت مش هتعرف تكون ألوان على الورق، أنت بتشتغل على سطح ضعيف، والمسام بتاعة الورق ممكن تتقفل بسهولة، والخامة دي أصلا ملهاش باليتا، فهي مش خامة خلط لون عشان تقعد تكون اللون على الباليتا وتحطه جاهز على اللوحة، لأن تكوين الألوان بيحصل على اللوحة على طول بشكل مباشر، فعشان كده لازم العلبة تكون كبيرة، تكون الدرجات كلها متكونة وجاهزة قدام. يعني هنلاقي مثلا الصباع الصغير، الكسرة الصغيرة دي موجودة في مكتبة ألوان بحوالي 50 جنيه، فلو حد جاب العلبة دي واشتغل بيها هو أداة تقيلة مثلا، فهيبقى حرام عليه بصراحة. بصوا كمية الدرجات، والفنانين المتخصصين في الباستل قوي بقى بيهتم ان هو يبقى عنده العلبة الكبيرة دي، كل ما يلاقي درجات يبتدي يشتري ويبتدي يرصها بالشكل اللي انتم شايفينه. ريفز برضو ماركة من الماركات اللي بتقدم الباستل، برضو اعتقد هي ميديوم مش سوفت ولا هارد. شمنكي، شمنكي من الماركات الألمانية الكويسة. الماستر دي ماريز صيني، زي ما انتم شايفين برضو الصوابع بتاعتها هارد مش سوفت، ومناسبة أكتر للسكتشات، يعني هي آخرها تعمل سكتشات لأن ألوانها ترابية شوية، الألوان بتاعتها مش نقية، وتحسوا الصباع صلبة قوي، مش بيشتغل معاك غير لو ضغطت بشكل شديد، فبرضو مش مناسبة قوي معانا دلوقتي، بس خلاص اللي عنده مفيش مشكلة. الكونتي هنلاقي برضو الصوابع طويلة وهارد. بيبيو زي ما احنا شايفين ده برضو هارد، وطبعا الهارد ممكن يبقى درجات، يعني مش هارد كلهم زي بعض، كل شركة بيبقى ليها درجة معينة. ديلر اند راوني برضو بتقدم الباستل ده هارد، فشايفين مناسب اكتر مع السكتش، ان هو ممكن هو مسكته زي مسكة القلم بالظبط، تقدر تعمل بيه سكتشات سريعة وكده.